بسم الله الرحمن الرحيم. مع بداية شهر رمضان قمنا اليوم القوة المشتركة في مدينة رأس العين ريف الجنوبي بإطلاق حملة أفطار صائم، وتم توزيع لعدد من العوائل المحتاجة تمام في الريف الجنوبي لرأس العين. والقرى المستهدفة هي يعني قرى ريف رأس العين الجنوبي، قرية العلوش، قرية المقسومة، قرية الديشو، قرية الهوشو. هذه الضياع المستهدفة، وإن شاء الله مع تمام شهر رمضان إن شاء الله راح نكون عندنا كذا حملة مقدمة من القوة المشتركة. الحالات الإنسانية، الأيتام، الإعاقات، يعني العيال المحتاجة بهذا الشهر. إحنا في القوة المشتركة كل سنة تمام كل عام في شهر رمضان عندنا كذا مشروع في شهر رمضان. يلا يا حسين، حسين تعال زيد لك، تعال هلا تحط صفقة هناك سارة. هلا بس انا طيب اطرح هو لما اقول لك انا صح بعدين مشان يصور بس يا حبيبي ربنا عليك الله يعني تسلم انت تحت مظبوط تفضل عمو يا تعال تعال هيا تعال